مشاهدينا الكرام، نروح مع حضراتكم لاستوديو الاخبار ونشوف اخر الاخبار وموجز اخبار التاسعة مع زميلي العزيز عبد الله يسري وصاحبه في لغة الاشارة الزميل رأفت حلمي. صباح الخير عبد الله. صباح الخير يا سارة، يومك طيب ان شاء الله. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى موجز التاسعة. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود الدولة بشان الاصلاحات الهيكلية خاصة المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الاساسية للمواطنين. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وجه السيد الرئيس باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التعليم الفني وقطاعي الصحة والتعليم وتعزيز دور القطاع الخاص. كما أكد سيادته أهمية تعزيز جهود توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي، كما وجه بتعزيز الصناعات القائمة على الانتاج الزراعي. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعادة الإعمار في غزة استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني. كما دعا الرئيس السيسي الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع القادم بالقاهرة للاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني. ودعا سيادته الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع القادم بالقاهرة برعاية الرئيس محمود عباس للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق للمرحلة القادمة. ومن المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس عباس. وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لإعادة الإعمار في غزة. وثمن الرئيس الفلسطيني جهود الرئيس السيسي لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والدعوة لعقد اجتماع للفصائل في مصر الأسبوع المقبل. أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة عن تطلع بلاده إلى دور فرنسي مهم في دعم الاستقرار وتعزيز قرارها السياسي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو بباريس، حيث أكد ماكرو دعمه الكامل لرئيس الوزراء الليبي مطالبا بانسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا، كما طالب بضرورة إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات والسيادة العسكرية الكاملة والانتخابات المقررة نهاية العام. أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 من يونيو الجاري، من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية. وجاء في بيان الخارجية الألمانية أنه ستتم مناقشة الخطوات المقبلة في ليبيا من أجل تحقيق استقرار مستدام في البلاد، وأن التركيز سيكون على التحضير للانتخابات الوطنية المقررة في 24 من ديسمبر القادم وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا. قال متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إنه سيتم تسليم قاعدة باجرام الأمريكية الأكبر في أفغانستان، سيتم تسليمها إلى الجيش الأفغاني بحلول 20 من يونيو الجاري. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها سلمت أيضا وزارة الدفاع الأفغانية السيطرة على 6 منشآت عسكرية، كما تم سحب ما يعادل من 300 طائرة شحن محملة بالعتاد، وذلك في إطار تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة. أشارت الوزارة إلى خروج 711 متعاف من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192823 حالة. نهاية الموجز، أعود فألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.